لا والله لسه ما اجى. صدقيني يا فايزه لو كان هون كنت قلت لك تجي فورا لحتى تقابليه. ولو حبيبتي هلا انا اذا ما خدمت رفيقه عمري مين بدي اخدم لكان؟ لا هذا السؤال ما بقدر جاوبك عليه. لا 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 اوعك تفكري هيك تفكير منوب، لانه المدير العام بيطلعني على كل شارده وورده بالمديريه. شو اسمي سكرتيرته لكان؟ لا ستي مو وجهها على الفاضي. اعدم عيوني يا فايزه. لك معاونته يلي المفروض فيها تعرف كل كبيره وصغيره بالمديريه ما بيامن يطلع على اي كتاب او تقرير، وكل ما بده شغله خاصه او مهمه حساسه او قضيه مهمه بيندهلي لإلي لحتى احفظ له اياها بالغزانه اللي مفتاحها معي ومع سيادته وبس. معلوم العز للرز لكن للكشكه. على كل حال ولا يهمك حبيبه قلبي، وحياه عينك مجرد ما يكون في شاغر بالمديريه رح تكوني انت السباقه. اوكي خلينا على اتصالها. طيب باي باي. صباح الخير انسه ملاحه. صباح الخيرات. اجى المدير العام ولا لسه؟ لا لسه. عرفتي لي امتى الاجتماع ولا لسه؟ اخي سال مديرك بيقول لك. يعني تعين مكان الاجتماع ولا لسه؟ شبكت باذني فرد بقى لسه ما بعرف شيء بنوب. اسف انسه ملاحه بس كان بدي يعني مشان. طيب خلص اوكي. شكرا. صباح الخير ملاحات. صباح الخيرات استاذ. يعطيكي العافية. الله يعافيك استاذ. شلونك يا ملاحات؟ الحمد لله ماشي الحال. It's a beautiful shining day. I hope never one will spoil it. ان شاء الله استاذ ان شاء الله. شو بتحب تشرب؟ نسكافيه مع كوفي ميت if you did not mind. ولو استاذ انت بتأمر. وين رايحة؟ رايحة وصي على الطلب. طيب وصي عليه وارجعي الله يرضى عليكي عاوزك. طيب. أمور استاذ. ايه ملاحات تفضلي عادي شوي لو سمحتي. ايه ستي يا ترى اتصلتوا بالمدير التجاري الالماني الهير كلاوست بالاوتيل؟ اتصلنا فيه استاذ وقال رح يكون هون بعد ساعتين مشان توقيع الاتفاق. كثير عظيم. وبالنسبه للتلفزيون والاذاعه والتغطيه الاعلاميه شو صار فيها؟ كل الصحف والمجلات الخاصه والرسميه صار عندهم علم بالموضوع من امبارح، وقبل شوي اتصل استاذ رأفت مدير التلفزيون عم يستفسر ويستوضح، وانا اكدت له الموعد لانه رح يبعث الكاميرا المحموله والمصورين لتغطيه مجريات توقيع الاتفاق. رائع حلو كثير يعطيك العافيه. وبالنسبه للمترجم قبل شوي اتصلت مع الاستاذ نور الدين من شان. لحظه ملاحظ لحظه انا مترجم؟ المترجم الفرنسي استاذ. ليش الهير كلاوست لغته الثانيه مو انجليزي؟ لا استاذ لغته الثانيه فرنسي. والله كل فكري انه رح نتفاهم بالانجليزي. ومين قال لك انه ما بيعرف انجليزي؟ معاونه الهيرو ويليام. يا حبيبي وانا اللي عم غرد بالانجليزي من الصبح حتى حمي لساني. على كل حال مو مشكله الاستاذ نور الدين ممتاز. المهم حضرتي الترتيبات اللازمه مشان وليمه العشاء؟ كل شيء جاهز استاذ. وين حجزتي؟ بفندق قصر المؤتمرات. لا معلش يا ملاحات هالمره خلينا نعشي الوفد يا بمكتب عنبر يا اما بقصر الثقافه، خليهم يتعرفوا على اثارنا ويغيروا جو. فكره حلوه استاذ. على كل حال هلا بقوم بكل الترتيبات. بتأمر بشي تاني؟ لا سلامتك بس اكدي لي على دعوه رجال الاعمال ومدراء مؤسسات القطاع العام والخاص والمشترك ومدراء الغرف. صار عندهم علم من 3 ايام. بارك الله فيكي، هذا كل ما هنالك، تفضلي شوفي شغلك. أمرك استاذ. ملاحات. نعم. شو رأيك بالجرافي؟ جائرة ولا مناسبة للطعم؟ لا بالعكس كثير حلوة. هي ذوق مرتي ها؟ الله يخلي لك اياها، بالإذن. على السلامة تفضلي. شو أستاذ عفان؟ شايفك قاعد بصفنان. شو بدك مني ساوي لكان؟ شو بدي منك؟ ما بقي على توقيع البروتوكول الاقتصادي الا نص ساعة. تشرف يا سيدي. وإذا كان يعني؟ لا يعني دوبك تتحرك، يعني ما بدك تروح؟ أعوذ بالله، ليش بقدر ما أروح؟ بذكره بيقولوا المستشار الاقتصادي للمدير العام أخذ موقف، بتتعقد المسألة، وبعدين إلها أبعاد بصير، وبتكبر القصة. ليش في حدا زعجك؟ لا، ما حدا زعجني. بس هي البروتوكولات عم تسبب لي العصب يا. وليش بقى؟ يعني ما بتعرف؟ ياما اجانا وفود من دول
وياما بعتنا وفود لدول، وياما مضينا اتفاقيات وبروتوكولات إعلامية وفنية وتجارية واقتصادية وصناعية وثقافية وخلافه. ورغم هالشي كله عم تضل معظم هالاتفاقيات حبر على ورق. وهي قلتها، وياما استنينا نتائج هالبروتوكولات بس على قلة فائدة، والوفد اللي عم يجي ما عم يورجينا خلقته مرة تانية. يعني هالاتفاقات مو فعالة؟ ولك أخي والله ما بعرف، بيروح مدير بيجي مدير وبتتغير كل التدابير. لا، وكل مدير جديد بينصف جهد يلي قبله بحجة إنه يلي قبله ما كان كتير فهمان. يعني باختصار ما في مساعي لاحقة متممة لمساعي سابقة، وما في خطة مدروسة وموضوع على التنفيذ. كل مدير جديد بده يجتهد على كيفه، وما حدا بيعترف بفضل حدا، كلهم بدهم الفضل يبدأ من عندهم. طيب هالوفود يلي وقعت هالبروتوكولات شو عم يصير فيها؟ يا عمي اللي عم يصير انه الجاد ما بيصافح الهازل، والدؤوب ما بيعترف على المهمل، ويلي بيشتغل لوطنه ما بيحترم يلي مو عارفان مصلحة وطنه، والإنسان المبرمج والمنظم ما بيحب المتسيب والفوضوي. هاي هي كل القصة. يعني معقول ما تروح أستاذ؟ ومين قال لك انه ما بدي روح؟ مساء الخير. ما من شك في أن العلاقات بيننا وبين دولة الوفد صديق آخذة في السير على درب التعاون الوثيق والثقة المتبادلة والاحترام الكامل. ويسرنا أن نغتنم فرصة زيارة الوفد الصديق لبلادنا لنعقد صفقات تجارية واقتصادية ينتفع بها شعبانا، ليصبح بعدها كل منهما شبعانا. C'est une bonne occasion qu'on visite vos pays et on fasse la connaissance avec votre civilisation. إنها لفرصة طيبة أن نزور بلادكم ونتعرف على حضارتكم. On vous remercie beaucoup de votre accueil. ونحن نشكركم على حسن ضيافتكم واستقبالكم. Ça nous plaît beaucoup votre construction ici dans votre pays. وقد أعجبنا بكل ما رأيناه من نهضة وعمران. On souhaite que la collaboration reste toujours entre deux pays. ونأمل أن يستمر التعاون المثمر بين بلدينا لما فيه خير شعوبنا. تفضلوا على التوقيع. سيناتور. ما رأيكم بهذه الخطوة التي تحققت الآن؟ سيادة رئيس الوفد، ما هي انطباعاتكم حول توقيع هذا العقد؟ ايه طيب انا برجع بحكي معك. استاذ عرفان. نعم. دخلك هدول الاتفاقات على البروتوكول موجودين عندك؟ ليه حاضرين. طيب وين بتريدوا نحتفظ فيها؟ بتريدوا نسلمها لرئيس الديوان ولا نعطيها للارشيف؟ وين ما بدك حطها، بالديوان، بالارشيف، بالقسم، بالفرع، مو فارقة، النتيجة واحدة. ماشي. رح تحضروا حفل العشاء اليوم؟ طبعا. في قط بيهرب بالعرس. شغله تعودنا عليها يا عمي، توقيع ومصافحه وعشاء والاحتفاظ بالعقود للذكرى بالارشيف.
aussi ils ont une autre cuisine, c'est le aubergine écrasé fait avec le jus de sésame. Ouais. C'est très bon ça. Vous aimez bien le côté. Très bon. Ça c'est faut bien manger ça. C'est bon. C'est très bon, très bon. Votre cuisine orientale est vraiment très bonne. عظيم. طيب اشرح له عن المأكولات شوي بركي يعني حابب انه يستفسر عن نوعية الطبخ او شيء. نو نو جيكوتي سي تري بون لو كوبي. عم بيقول انه الكبة كثير 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 طيبة. وسي لو تبولي. والتبولي كثير عجبتني. سي سي نو سي تبولي وسي اليا لي زوبرجين اوكرازي. والمتبل كثير طعمته غريبة. تفاجئ. طبعا ما بيعرفوا الطحينة اصلا ولا بيعرفوا يشوا الباذنجان. لا ما بيعرفوا. لا. عظيم جدا. وكيف انطباعه العام عن نهضة بلادنا؟ J'ai jamais cru que votre pays c'est vraiment beau. عم بيقول انه ما كان بيتوقع انه بلادنا بهالجمال هاد. J'ai entendu sur votre civilisation. كان يسمع كثير عن نهضتها وعمرانها. Mais la réalité elle est plus beau. بس الواقع اجمل بكثير. عظيم عظيم جدا. بس عم بيقول انه عتبان عليكم كثير. عتبان؟ اوف وليش بقى؟ بوكو Eh bien, il y a deux ans, on se prépare une exposition foire dans la ville européenne. سيدي عم بيقول انه من مدة سنتين وبلاده عم تحضر للمعرض الاقتصادي بمدينة روبيان. Et bien sûr, c'est la télévision qui a parlé aussi les journaux. وهالمعرض سبقته دعاية واسعة بمختلف أجهزة الإعلام من صحف ومجلات وتلفزيون وجرائد. Et on n'a jamais reçu votre réponse sur l'invitation. وبعتونا دعوة للاشتراك بهذا المعرض العام. بس للأسف ما تلقوا جواب. معرض روبيان؟ شو هاد؟ ما بعرف. شو هاد معرض روبيان يا أستاذ؟ أنا شو عم تحكوا؟ ما عندي فكرة أنا. يعني ما أجتنا دعوة بهالخصوص؟ أعذرني أنا ما عندي فكرة نهائياً عن شو عم تحكوا لأنه ما بعرف. ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال. اسأل لي يا أستاذ نور الدين، أقيم هذا المعرض ولا لسه؟ pas encore il reste encore deux mois لا باقي شهرين بسيطة مو مشكلة اللي يدوق سلطة هالشوندر هي بالطحينة ما عندهم منا طول بالك استاذ ما في داعي تنقهر لهالدرجة ولك شو انقهر شو انقهر قولي رح اطق رح انفجر بيكون احسن يا ملاحات خلص استاذ روق كل شيء له تدبير انه بس بدي افهم شلون فاتك هالقصة شلون ما بتعلميني انه في عنا دعوة بخصوص معرض روبيان الاقتصادي؟ شلون؟ صدقني يا استاذ انا ما استلمت شيء ولا وصلتني اي دعوة بهذا الخصوص، يعني معقول تكون وصلتني وخبية عنك؟ اصبح مين المسؤول؟ مين سكة العطل بهالمديرية؟ هو عادة الدعوات بيستلمها المستشار وهو بيحول لنا اياها وانا شخصيا بحطها على طاولتك بس انا ما استلمت شيء ولك يخرب بيت المستشار بالذات شو انه معنطز وشايف حاله لا وكانه هو المدير العام وانا بيقعد لي على طاولته مثل الخنزير المقوص لا بكش ولا بنش ولا بيعبس ولا بيبش ونهدت على ارنبه منخار ودبانه ما بيقول لك كش ولا بينطش وبصراحه بحسه كانه رقيب علي وما بستفيد منه برايي ابدا ومهما حاولت اعصره ما في ثمره الزلمه سلبي على طول الخط صدقيني يا ملاحات يا ملاحات بالأفق إشارات بتخليني قيله فورا بس ما عم بسترجي الكبار فارضينه علي بالزور بالزور وينه هلا؟ بمكتبه بظن أستاذ بمكتبه؟ إي والله لو حطينا له الطاولة على الأسطوح حتى يداوم عليها مثل إنه وطير كتير عليه معلوم يا عمي شو على باله؟ فخامة وفخفخة وجخ ورخ وشوفاج ومكيف وأبو زيد خاله ألو مرحبا تعال لعندي أستاذ داود شوي إذا بتريد هلأ بتشوفي شلون بفوت لا بينقر على الباب ولا بينطش بفوت هيك دجني دجتك العافية طنغم بيوقف قدامي مثل اللوح مثل السهيان قال شو ناطر أوامري ولك ان شاء الله ريتو معلش استاذ طول بالك هذا شيء منه كثير ما فهمت عليكي شلون شيء منه كثير بالظاهر عمل معك شيء فصل ناقص مو هيك اعوذ بالله طالما انا مسماي عليك ما حدا بيسترجي يقرب علي شلون مسماي علي انت الثانيه عفوا استاذ
أنا قصدي طالما إنه أنا سكرتيرة المدير العام، الكل بده رضاي لحتى أرضى. هذا طبعاً كله بفضلك. أيوة أيوة، ودخلت هالمستشار داود أفندي. حاول يضايقك شيء؟ حاكم روح قلبه هالشنطر حفانة، المي والفي وشكل الحسن. شكراً أستاذ، هذا من ذوقك. ما عم غازلك أنا، عم بوصف لك طباع داود أفندي. حياتي أستاذ. لك يا أخي شو قصة هالدعوة هاي اللي اجتنا من معرض روبيان الاقتصادي؟ شو سيدي؟ المعرض يلي حكى عنه الرئيس الوفد الأجنبي. ما عندي خبره. يعني ما وصلتك دعوة رسمية ونسيت تعطيني إياها؟ يا سيدي لا دعوة ولا نعوة، أصلا مو أنا المسؤول عن هالموضوع. لكن مين المسؤول؟ هي شغلة رؤوف أفندي رئيس الديوان، هو بيستلم الدعوات والكتب الرسمية وهو اللي بيفرزها، وأنا شخصيا الحقيقة ما استلمت شيء. شوف يا داود أفندي، أنا وصلاني معي شغلة لراس مناخيرها، وقسما بالله إذا ما لقيتوا لي هالكتاب لأقلب عليها واعطيها، ورح تشوف هالمديرية رح تشوف مني شيء ما بيصير أبدا. عفوا أستاذ، أنا مالي تلميذ عندك بالصف، أنا مستشار، والمستشار ما له علاقة بالروتين وهالقضايا التنظيمية هي. ها وبايش إلك علاقة لكان؟ إلي علاقة بالمهمات اللي بتكلفوني فيها حضرتكن وبس، أنا مستشار، ولا تنسوا إني موضوع تحت تصرفكن شخصياً. روح عود ببيتك، عود ببيتك واستنى راتبك. شو عم تستنى؟ لساتك واقف؟ طول بالك أستاذ، ما وصلت الشغلة للمواصيل، يعني كل هالإنزعاج من شقف الدعوة. مرحبا دعوة. هالدعوة بالذات لمعلوماتك عندي اياها اهم من دعوة لحضور زمر وطبل وفقش بفندق الشيرمتون، فهمت ولا ما فهمت؟ الله وكيلك بتجينا دعوة من هالفنادق لحضور حفلة طرب وعشاء، منركض راسنا عم يسبق رجلينا نحن ونسواننا، ومنزعل لانه الرقاصة الفلانية ما اجت والمطربة العلتانية اعتذرت، وابو عبده زعبوبة اختلف معهن على الاجر واعتذر، اما دعوة مشان نرفع فيها راس الوطن فهالشي مو خاطر على بالنا منوب. روق استاذ، لابد ما يلاقوها، والاستاذ داود على سلامته الا ما ينكو شوينا. بسيطة معلش، اطلبي لنا فنجان قهوة اذا تريدي. هيك ها، الله يخلينا اياك، انا رح ساوي لك القهوة. عود استاذ. وين؟ عود تفضل، بدي اشرب القهوة انا وياك، ما بحب اشربها لحالي مثل المسودنين. شي عندي منين دخلوا لكم الكتاب يعني؟ بعدين وين هي مدينه روبيال؟ وين بتصير يعني؟ مو شغلنا يا رؤوف افندي، مو شغلنا، انت طالع الكتاب وصلى الله وبارك. لسه بقول لي طالع الكتاب، اشوف حاطه بجيبتي ومخبي عليكم يعني؟ يا رؤوف افندي، سياده المدير العام مفع معه وبده الكتاب من تحت الارض. بقى الله يرضى عليك، عمل لي جهدك بهالقصه، لانه بيني وبينك ما بدنا لا فضيحه ولا جرصه. انا خلص عملت اللي علي، افتصت، ما عاد فيني حيل، صار لي 3 ايام على الحالي، لك صرت شوف مدينة روبيال بمنامي يا اخي. الو نعم. اهلين سيدي. حاضر. يا سيدي طول بالك علينا شوي. فعلا ما لقيناه. حاضر سيدي حاضر. امرك. بيصير ليش حتى ما يصير سيدي؟ على راسي على راسي. حاضر. شو قال لك؟ قال بده يخرب بيت المديرية كلها زي ما طلع الكتاب. طيب والعمل؟ ما في غير ندور عند رئيس الشعبة. شو مستني لكان؟ امشي لعنده هلا. تفضل. ابو زهير يرضى عليك رجع لي الملفات كلها لمحلها، مو ناقصنا يضيع كتاب تاني. حاضر. عم بسألك مين بيحتفظ بالصادرة والواردة عادة؟ ولك عم بسألك حاجة قر، رئيس الديوان ولا رئيس الشعبة؟ ماشي حال، جاي فورا. يا سيدي تفضل شوف بعينك.
هي دفتر الصادرة والباردي مو مسجل عندي شيء بخصوص الموضوع من سنة، بقى لا تجننوني مشان الله، أنا من دون دفع برقص. والله معك حق يا أستاذ موفق، أنت مشهور بدقتك ونظامك وترتيبك، وما في شيء بدي عندك لا ور أو لآخر. أصبع شو العمل هلا؟ يا أخي بركي ضايعة بالبريد من روبيان له، بركي ساعي البريد مضوحة، بركي محروقة، بركي مشقوقة، بركي ملعون أبو قفطاصة. هلكتونا وهلكتوا المديرية بهالدعوة. لك هص هص هص، شو بدك بهالحكي هلا؟ شلون شو بدي بهالحكي؟ قبل شوي أكلت بهدلة بتسوى حياتي من المدير العام من جانا. المهم هلا رجع ضبطك وراءك ورجع كل شيء مثل ما كان. رجع كل شيء مثل ما كان؟ ليش الضب مثل النكت؟ يعطيك العافية. يعطيك العافية. أهلا أستاذ شريف، تفضل. ابعث لي ورا أمير المحفوظات، خليه يجيب لي دفاتر الكتب المحفوظة، من متى سنة مش جاي لهون. لك أستاذ دفاتر هون، فكرك ما خطر ببالي هيك خاطر يعني؟ ما شاء الله عليك شو فالح. عفوا أستاذ، بدي أسألك سؤال لو سمحت. تفضل. يعني شو عليه لو رحنا للمعرض واشتركنا فيه بدون دعوة؟ هيك؟ يعني فكرك الشغلة فوضى؟ مو فوضى، بس يعني قصدي هلا أنت بتقدر تروح على عزيمة بدون كر دعوة؟ بيقلعوك من على الباب، بيقلعوك. بدك تبرز لهم البطاقة إنك معزوم، مزبوط ولا لا يا ملاحات؟ مزبوط أستاذ. بتقدر تفوتي على وليمة عشاء بدون بطاقة دعوة؟ أنا؟ لا أستاذ، أنا لا ما بفوت أبدا. طبعا لا، وإلا كانوا فاتوا كل هالناس اللي بالطريق وتعشوا ببلاش مثل تكية السلطان. بعدين أستاذ، نحنا لازم نبعث لهم رد رسمي عم نقول فيه بناء على دعوتكم رقم كذا بتاريخ كذا، يسعدنا أن نلبي هذه الدعوة. إيه لك أي يسلم لي الفهيم إلهي، يعني أنتوا اللي دعيتونا مو نحنا مستقتلين على الروحة، وكل هالشي مشان قدر بلادنا ومكانتنا بين المشتركين. طيب سيدي، ابعتوا له الرسالة واطلبوا فيها أنهم يكرروا دعوتهم لنا. يا الله، أنا وين وأنت وين؟ لك بدك 100 سنة ضوئية حتى تقدر تجمع تفكيري مع تفكيرك. عفوا أستاذ، ليش عم تحكوا هالحكي يعني؟ إنه يا بني آدم، حدا بيبعت رسالة لدولة تانية وبيقول لهم فيه يعزموني وبتلقى عليه تلقيح مثل الضيف الغليظ؟ ما بعرف، أنا رأيي ننسى الموضوع من عين أصله، بيكون أحسن. ما بقلك لا، لأنه فعلاً إذا ما لقينا الدعوة رح أنسى الموضوع كله، بس هالشي له نتائج وخيمة على الجميع. ماشي الحال، بكرة منشوف. شو هاد؟ سيدي هذا الدفتر ما له علاقة بالصادرة والواردة، هذا دفتر تقارير، بس قلت لحالي بركي الدعوة مدسوسة بين وراءه من غير ما نحس. ايوه، وشو هالورقة هاي؟ سيدي هي اقتراح ودراسة كنت بدي ارفعها لجنابكم. وشو هالدراسة بقى؟ استيراد وتصدير سيدي. ها ايوه، استيراد وتصدير. وحضرة جنابك بدك تصدر قطن لمصر وقمح لكندا؟ يا حبيبي على دراسة، يعني مو ناقص الا انك تصدر لسويسرا ساعات ولسعودية بترول. الحقيقة هي مجرد دراسة على الورق واقتراحات. يا حبيبي اسمعي يا ملاحة، سيادة المستشار شو بده يستورد؟ بده يستورد تفاح ودراقن وبندورة، يعني خضروات وفواكه. واحذري منين بده يستوردهم؟ من وين؟ من السويد. يعني مو ناقص الا انك تستورد البدو واللوز من انجلترا والموز والمانجا من ايسلند والقنبلة الذرية من الحبشة والدولار من روسيا. سيدي هذا مجرد اقتراح، انا مو رضيان عنه لسه، بدليل اني ما بعثت لكم اياه وخليته حبيس الادراج. ايه عملت منيح، خليه حبيس الادراج. يمكن لي التليفون سيدي. تريك قالوا نعم. نعم انا المدير العام. كتير نعم، جميل جدا، اسمعني لعندي على المكتب جاي فورا. خير استاذ، ان شاء الله التقى الخطاب. ايه عم يقولوا لقوه بالارشيف. خير يا طير، هاتوا لشوف، سمعونا شو الاخبار. سيدي ابو انطون مسك طرف الخيط. شو مسك؟
سيدي بعد البحث والتدقيق لقيت بسجل الوراق ما يشير الى استلامنا خطاب دعوه لمعرض روبيان الدولي، وهالشي سيدي مثل ما بتعرفوا مؤكد بالرقم والتاريخ هون ومدون عندي بالسجل، ونحن سيدي بعتنا يعني مو ما بعتنا، بعتنا رد على الخطاب بالموافقه على قبول الدعوه. سيدي حلو كتير، عظيم جدا، رائع. بس شو اللي خلاك تفتش بالارشيف؟ مدير الدائره التجاريه سيدي. يعمر دينك وينصر دينه، لازم تترفع انت وياه، لازم. ملاحظ سجلي لي اسمائهم. امرك استاذ. ايه سيدي، هات لشوف وين الخطاب. سيدي هون المشكله. انو مشكله؟ سيدي بعد ما طلعت الرساله من عند المدير التجاري ما بنعرف وين اختفت، بس الرقم والتاريخ موجودين، ها موجودين هون. لك شو بدي بالرقم والتاريخ يا ابو انطون؟ رساله الدعوه تبع معرض روبيان وينها؟ لعند مين تحولت؟ سيدي يا ريت يكون عندي علم، يا ريت. يعني وين راحت؟ وين اجيت؟ وين اختفت؟ وين صفت اراضيها؟ الله، ربكم هو الوحيد اللي بيعرف. عفوا استاذ، عم تقولوا معرض روبيان؟ على شو عم ندور لكان صرنا 3 ايام يا ملاحات؟ انا ما بعرف عن مزبوط، بس يمكن عندي علم على الموضوع. استاذ في عندي فكره ممكن اقولها لحضرتكم على انفراد. معلش يا شباب، الله يعطيكم العافيه، بامكانكم تروحوا لمكاتبكم. شكرا سيدي. ايه ملاحات، هاتي سمعينا لشوف. نعم استاذ. حاكم سياده الوزير هلكني بالتليفونات وبده جواب سريع، لانه لاسباب سياسيه عليا لازم بلدنا يشترك بهالمعرض مهما كانت المصاعب. استاذ من كثر ما سمعت كلمه معرض روبيان اتذكرت انه سلموني بالدائره التجاريه رساله لحتى اعرضها على حضرتكم، امتى انا اعطيتك الرساله؟ هلا تذكرت، كانه هذا الشيء صار امبارح. انت اعطيتيني الرساله؟ امتى صار هالشيء؟ الصيف الماضي استاذ. يا ملاحات يا ملاحات، الصيف الماضي. نعم استاذ، وقتها كنت حضرتك طالع على المطار تودع الوفد السياسي، وبنفس اليوم كنت طالع على الفيلا تبعك سهل الزبداني، وانت عم تركب سيارتك هون سالتني في شيء مستعجل يا ملاحات، انت انا اعطيتك الرساله. شو الحكي؟ ايوه مزبوط، هلا تذكرت. تذكرت منيح استاذ. ولو طبعا. ولك يا حبيبتي قولوا انكم عم تدوروا على رساله معرض روبيان. ايه استاذ، عم ندور على رساله معرض روبيان. استغفر الله العظيم، من كتر ما دورنا وبحبشنا نسيت على شو عم ندور، وبما انه ما لقوها فلازم تكون بجيبتي اكيد. عفوا استاذ، عم اقول لك هذا الشيء صار الصيف الماضي، يعني مو معقول انت تكون لابس نفس البدله لهلا. ايوه الحبيبتك يا ملاحات. طيب بتتذكري البدله اللي كنت لابسها ذلك اليوم؟ ما بعرف بس بحاول اتذكر. رجاء اتذكري. شو طلع معك؟ لحظه بترجعك لحظه. طيب شو يا ملاحات وين صرنا؟ ايه تذكرت. شو ذكرتي؟ تذكرت هداك اليوم وكانه صار امبارح. استاذ يوميتا كنت لابس الجاكيت البيج السبور يلي له شامو على ابته وكواعه. صحيح، عندي هيك جاكيت انا، مزبوط. وكمان كنت لابس بنطلون لونه حليب على شوكولا، وكنت حاطط محرمه بجيبتك الفوقانيه. صحيح يا ملاحات، انا ما بطلع من البيت ابدا بلا محرمه، هيك مرتي بتحبني. حتى الجرابات اللي كنتوا لابسينها استاذ بتذكرها، ايه كان لونها بني غامق. كثير كنتوا انيقين هذاك اليوم استاذ. اوه هذا من ذوقك يا ملاحات. رمضان اعطيني البيت بسرعه الله يرضى عليك. هلا ارتاح بالي وطابت احوالي. ولو كنت عرفانه من الاول انه رساله معرض روبيان بجيبتي ما كنا هلا. الو الو الو، مرحبا ندى، شلونك؟ لا 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 ما في شيء، بس بدي اطلب منك هالطلب الله يرضى عليكي. شوفي بتفوتي هلا على خزانتي وبتدوري بجيب كل جواكيتي البيج. لا لا بس ورقه مهمه انا دحشة هنيك. يلا يلا حبيبتي ناطرك على الخط. ايه ما في منها هالندى، يعني انت سكرتيرتي بالمكتب وهي سكرتيرتي بالبيت، طبعا بالاضافه لمهام اخرى بتقوم فيها ندى كزوجه وما بتقدري انت تقومي فيها ابدا. ما بتقدري. شو ما كان. ايه ندى؟ ايه شو الحكي؟
يعني الجواكيت بالمصبغة؟ بالمصبغة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وإن شاء الله فتشتيهم قبل ما تبعتيهم؟ ما فتشتيهم؟ ما فتشتهم. الله يصلحك يا ندى، على كل حال وينك؟ ابعتي جيبهم بسرعة، وشو ما بيطلع بجيوب الوراء ابعتي لي اياهم على المديرية. لا لا ولا يهمك، لا تزعلي، أنت ما عليكي حق. إيه الله معك، مع السلامة. عجبك على الفصل؟ الجواكيت بالمصبغة. قسما بالله كنت بدي جاوبه، بس خفوا تضره. لأنه إذا دريوا الكبار إنه تطاول علي يمكن يصرحوه أو ينقلوه لمحل بعيد أو يحطوني بداله. وبيني وبينك أنا ما بدي وجعة هالراس. أصلاً عرضوا علي منصب المدير العام من هداك العام، قلت لهم حلوا عني يا عمي واتركوني بهمي، أنا ما بدي إلا وظيفة ثابتة. يمكن لو كنت بداله كنت لو كنت بداله كانت المديرية هلا بالعلالي، بس أنا رفضت. أخي شو بدي وجعة القلب؟ طيب على فرض التقت رسالة الدعوة لمعرض روبيان، فيا ترى منلحق نرتب المعرض ونجهز أمورنا؟ ليش لحتى ما نلحق؟ شو المسألة كيميا؟ يا عليم الله أنا مستعد نظم لك أكبر معرض اقتصادي وأنا مغمض عيوني. ولمعلوماتك المدير العام آخر مرجوعه إلي ومنذكر بعضنا، هيدقني. احترامي. أهلين. هدول بعثوا لك يا عم البيت. يسلم ديالتك، الله معك. يا ملاحت، ملاحت، تفضلي عندي شوي. أمر أستاذ. بدي مكبر. إيه هون في مكبر، تفضل. أيوه. اي شيء من شيء مثل دبيب النمل. هالورقة ما لها علاقة، توصية مشان تعيين موظف. كمان هي ما لها علاقة، تظلم مشان رفع راتب آزين. ما صار في غير هي. ايوه هي هيك، هي هي، تعال شوفي، تعال شوفي. شوفي. مالي شايفة شيء استاذ. شلون مالك شايفة شيء؟ اقري بسفر الورقة. هون 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 هون، مو فوق هون، عند العمدة. هو صحيح لون الحبر رايح بس بتنقرا. اقري اقري. المسؤول التجاري لمعرض روبيان. والباقي مو واضح. هذا اكيد هالمصبغه على البخار او على الناشف لانه الكتابه رايحه تماما. وفحوى الدعوه ممحي. شو عليه استاذ؟ المهم انه لقيناها ومشي الحال. برافو عليك يا ملاحت، احسنتي. على كل حال هلا وعلى الفور رح تبعتي لي فاكس لروبيان وبتعلميهم بموافقتنا على الاشتراك بالمعرض الاقتصادي. حاضر استاذ، تأمر شي تاني؟ لا سلامتك، الله معك. الو استاذ داوود، تعال لعندي اعمل معروف. خير استاذ، منين جاينا هالفاكس؟ من المدير التجاري بمعرض روبيان، عم يعتذر عن اشتراكنا. شو هالحكي؟ يعني بعد كل هالتعب طلعنا ابن على حجر؟ بسيطة بسيطة. أنا راجع بجوير. ماشي. احترامي سيدي. خير شوفي. المدير التجاري لمعرض روبيان عم يعتذر عن مشاركتنا بحجة إنه تأخرنا عن إعلامه. أعوذ بالله، شو هالحكي؟ امشينا لحتى حفينا وبكينا لحتى عمينا حتى نقدر نلبي دعوتهم، وآخرت هالشي كله ففوش؟ ولا يهمك سيدي، في إلها حل للمشكلة. هات الفاكس من ايدك لك. روح على شغلك، يعطيك العافيه. حاضر سيدي، السلام عليكم. ايه سيدي، شو بدنا نساوي هلا؟ لازم نشترك بهالمعرض مهما كانت الاسباب، لانه مثل ما بتعرف هالفرصة كتير نادرة لحتى نعرف على البلد ومنتوجاته. بقى شو العمل برأيك يا داود؟ بسيطة أستاذ، تليفون صغير منك للقنصل التجاري بيمشي الحال. هيك فكرك؟ سيدي مو أحسن ما يلومنا سيادة الوزير على تقصيرنا؟ قلتك يا رمضان.
الله يرضى عليك اتصل لي بالقنصل التجاري بروبيان وابعت لي مكالمة على لاسلكي. والله محتار شو بدي له. سيدي قل له انه العلاقة بين بلدين صديقين وانه ال... الو ايوه احترامي سعادة القنصل. شو هاد؟ في خشخشة بالتليفون. يعني الصوت مو واضح؟ ما بعرف عم بيقولوا لي حط رسالتك على السكرتيرة مشان يترجموها فيما بعد للقنصل. ايه لحظة لك انتظر. خلص الصافرة. تفضل احكي سيدي احكي. الو احترامي سعادة القنصل. أنا المدير العام الاقتصادي. تلقينا دعوة بلادكم للاشتراك بمعرض روبيان. هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية. وشرفنا ذلك. ولكننا لظروف طارئة خارجة عن إرادتنا قصرنا في الرد. مما جعلهم يعتذرون عن اشتراكنا. والآن وبناء على العلاقات الثنائية الطيبة وعلى الروابط التاريخية والصداقة الحميمة التي تربط بين بلدينا نتمنى منكم إفساح المجال لنا للاشتراك بهذا المعرض الذي هو في الحقيقة صيحة في ميدان الاقتصاد العالمي. وتفضلوا سعادة القنصل بقبول فائق الاعتبار. شكراً للمترجم. حلو، هذا المطلوب سيدي. إيه سيدي، فيما لو وافقوا؟ شلون بدنا نرتب الموضوع؟ هات لشوف. هلا أنا شو بدي بهالحكي كله؟ أنا بعرف إنك أنت المدير العام ولازم ما ترد لا على داود ولا على المسعود. إيه صحيح، بس بيضل المستشار داود زلمة مقدر وخرج هالحملة. يعني بدك تحطه رئيس الوفد؟ ليش لا؟ يعني شلون ما كان داود تحت ايدنا منحسن نمون عليه. بعدين تعي لقلك فكرك موظفين المديرية عندي كتير فهمانين. إيه حشات ابليس افهمهم بدو مين يخلع بدو مين يلعق. حاجة تلف الدور علي بقى. خلاص انا رح قلك رأيي وعمل بعدين دي بناسبك. هاتي لشوف. شو رأيك بأخي جميل؟ جميل؟ وشو جاب أخوك جميل للنص؟ جميل معه لسانس تجارة من 10 سنين وحربوه كتير بيفهم شغلة المعارض. ولو كان يا ندى ولو كان. شو الحكي اللي عم تحكيه؟ أصلاً أخوك مو موظف عندي بالمديرية. يا حبيبي مو شرط يكون موظف عندك. أنت لازم تبعت الكفاءات. إيه بغض النظر عن مكان عملهم إذا بالشغل عندك ولا عند غيرك. ما بقدر يا ندى ما بقدر. شو الحكي؟ قال جميل قال جميل. وليش هيك عم تتمسخر؟ ما عم بتمسخر بس. هلأ أنو أحسن إنك تفيد الغريب ولا القريب؟ بعدين المثل بيقول لك نفع غيرك بشي ما يضرك. وحبيبي أنت بتعرف يعني إنه مرته لجميل بدها تعمل عملية جراحية بشبكية عيونها. فليش لحتى يعني؟ يعني بدك مرته لجميل تروح معه كمان؟ لك حبيبي أنت دافع شي من عباك كله على حساب المديرية يعني. بعدين بتعرف إذا بدهم يدفعوا تكاليف الطيارة وتكاليف إقامتهم هنيك إنه بده يكلفهم فوق 160,000 ليرة؟ إيه حرام عليك. بعدين أنا اللي شجعني أحكي إنه طبيب العيون تبع مرت أخي قال له إنه في أحسن جراح عيون موجود بروبيان. لذلك يعني حرام تقطع بنصيب الجماعة يا حبيبي. ألو نعم. أهلين وسهلين ومرحبتين. احترامي يا سيدي. الحمد لله بخير وسلامة. يخلي لي إياك ويطول عمرك. ولو أنتوا بتمروا يا سيدنا. مين؟ الأستاذ داود؟ إيه طبعاً عندي. صحيح يا سيدي المعرض بعد 3 أيام. امروا. والله العظيم هو هيك أنا فكري. يخلي لي إياك مثل ما بتأمروا يا مولانا. نحن بالخدمة. لا والله القلب على القلب. كان داير بفكري أنتوا حضرتكم قلتوا لي إنه. لا 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 يا سيدي خلاص رغبتكم أمر. الله معك يا سيدي يخلي لنا اياك وينفعنا من رضاك. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. الله معك يا سيدي. الله معك يا سيدي. تحياتي. مين؟ ابو العلا عم يطلب مني ابعت داود رئيس الوفد. اولي على حظنا معناتها راح كل كلامي على الفاضي. لا 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 ولا يهمك. راح ابعت لك جميل ومرته بصفه اعضاء بالوفد. منيح هيك؟
شكرا حبيبي. استاذ خبروني انه وصل ابو هيثم جاي مباشره على مكتبكم. شو الحكي؟ شو جاي قبل موعده؟ منين؟ لقلك. مرحبا يا مراد. يا اهلا وسهلا سيدي، سلامات يا ميت. مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا، شرفوا مولانا. ملاحات، عصير. حاضر. فريش. حاضر. يا اهلا وسهلا سيدي، يا ميت مرحبا، شرفتوا. كيفك يا مراد؟ كيف احوالك؟ يا سيدي الحمد لله، نشكر الله ونحمده يا سيدي. قال في معرض اقتصادي كبير بمدينة روبيان، صحيح هالحكي؟ صحيح يا سيدي، والاستعدادات جارية على قدم وساق حتى نبيض وشنا قدامكم. طيب وشكلتوا الوفد من الموظفين والخبراء ولا لسه؟ تقريبا سيدي، تقريبا. عظيم كتير. عفوا شو هو العظيم مولانا؟ عظيم انه ما شكلتوا الوفد، لانه يا مراد انا جاي لعندك من شان لحتى ابعت ابني هيثم ضمن اعضاء الوفد. بتعرف انت ابني هيثم ما شاء الله سنه رابعه سياسه واقتصاد وتجاره، يعني اختصاصه مو بعيد نهائيا عن طبيعه عملكم. الله يسلمه ويحرسه يا سيدي ويخلي لكم اياه. من شان هيك يا مراد حابب تحط لي اسمه مع الوفد، هو وزوجته ديما. حاكم الاثنين متجوزين جديد ولازمهم شهر عسل. بقى خلينا نضرب عصفورين بحجر وحده، شو بنخسر؟ ما بنخسر شيء، ما هيك يا مراد؟ لا لا ابدا ما في خساره، بالعكس ما بنخسر شيء، وهن رح يربحوا يا سيدي. بس ما سالتني ليش حبيت ابعتهم عن طريقك؟ لانه روبيان بعيده، وبصراحه اذا ما دحشناهن مع اعضاء الوفد ما رح يصح لهم اطلاقا مثل هيك رحله. بقى خليهم يتسلوا ويتفرجوا. معلش. تفضل استاذ. لا لا شكرا، انا صار لازم امشي، عندي موعد مهم كثير. ليش بدي اشرب عصير؟ شكرا مراد، انا كثير مبسوط منك. يطول عمرك يا سيدي، خلينا اياك. شكرا. الله معكم يا سيدي، شرفتوا. الله معك سيدي، مع السلامه. منيح اللي اجت زيارته على هيك، لانه ظنيت غير هيك. مراد؟ نعم. بيكون وصل الوفد لروبيان ما هيك؟ ايه طبعا، لانه في ست ساعات طيران لهنيك، يعني حلهم يوصلوا. ايوه. وانت بعتت ابن عم الوزير ولا؟ لا شو ولا؟ طبعا بدي ابعته، ما احلاني والله ومالي باعته. العين ما بتقاوم المخرز يا ندى. ايه مزبوط يعني، بس بدي اسالك شغله. هلا معقوله يعني ما بيلتقى بكل الموجودين ولا واحد بيفهم بامور المعارض؟ يعني قصدي مثلا انه كلياته مثل اخي جميل مرته ولا الا ما يلتقى يعني؟ لا في عندك مثلا المهندس الخبير، هذا انا اخترته بنفسي، لانه هنيك رح يسلمونا الجناح على العظم، والجناح لازمه ديكور وفرش وتاسيس ودهان ومن هالامور. يعني لازمه بناء؟ بالضبط. وبتلحقوا يا ترى؟ بنلحق ستي، ليش لحتى ما نلحق؟ والمهندس الخبير حسام نشيط كتير ومتحمس وآخذ المسألة كلها على عاتقه، وبصراحة أنا بحب الشباب أكثر من الختيارية المخضرمين. والله أنا رأيي إنك تعمل مسابقة لاختيار أجمل تصميم والفائز هو اللي بياخد جائزة. حلوة فكرتك، بس ما بعرف، بخاف تاخد وقت. ما بتاخد وقت ولا شيء، أنت ما عندك مهندسين بالمديرية؟ أوه طبعا، على أفا مين يشيل. أصبح ليش ما بتخليهم يشتغلوا وبتستفيد أنت من خبرتهم؟ وعلى الأقل أنت هيك بتشوف التصاميم كلها قبل ما تبعتها لروبيان. هيك قلتك؟ والله أنا شايف الأمور هيك لازم تمشي. شو رأيك بهالتصميم أستاذ؟ شعبي كتير وفولكير. وهاد؟ هاتي لشوف، مو هيك هيك. لا هيك هيك. والله ما فهمت راسه من ذنبه، مشرشح والوانه معجوقه. هاتي غيره. شوف هاد. ايوه ايوه ايوه. ايه ماني شايف الا حيطان ومساطي. ما حبيته ما حبيته، خلاص خلاص ما بدي اياهم منوب، انا رح حل المساله. شوفي، اذا قلنا المدخل على شكل قوس شرقي مأخوذ من تاريخنا المعماري، وبالصدر هو
المعروضات، وهون باب تاني على شكل باب خوخة ببسامير، بسامير مشان دل على عراقة تقاليدنا. وهون يا ستي بيقعد يلي بده يمضي على سجل المعرض، وخلاص انتهينا، خلصت القصة. شو رأيك؟ Thank you.